قصيدة اليوم بعنوان فيروس كورونا، هذا المرض الخطير. الله ينجينا وينجيكم من هذا المرض. نقول في هذه القصيدة لطفية لطيفة على ما هذه جات والعالم تهز هذه المصيبة. جميع الدول دهشة في ذا الحياة ومرض مرض كورونا جالهم يا عجبة. جميع الدول دهشة في ذا الحياة ومرض كورونا جالهم يا عجبة. كارثة جاتهم على الأخرى عدات ومن أرض الصين حير الطب. ولو وجعك راسك راه عليك خلات وقبرك مفتوح وموتك مزروبة. ياك الشباب ركب الكمامات والصين تهولت هذا النوبة. تهز العالم سد المطارات وهذا المرض صعيب سكة القلوبة. كورونا صعيبة دار فيهم حالات لا دواء لا طبيب فشلت الركبة. وين الصنعة والعلم وكثرة الآلات؟ وين النووي يصلح للضربة؟ الشوارع الصينية ياكل كل خلات ومن بعد الزكام هذه مصيبة. العالم تهز وجه نداءات ووجه نداء لولاده بالزربة. ما بقت أفلام تطلع في الشاشات والمذيع بكمام تشد الخطبة. بقت أفلام تطلع في الشاشات والمذيع بكمام تشد الخطبة. سبحان الله ما عطانا الناس سوعات وهذا المرض صعيب داير غريبة. ألوف البشر أتصابت يا سادات ودولة الصين صبحت معطوبة. أقرف الصحف توجد علامات ومرض كورونا شدهم من الركبة. يسكن في الرية ويزيد الضلعات وهذا المرض صعيب دغيا يتربى. وهذه على ما في ذي السعاجات ومنها للدجال يمكن محسوبة. وراه الله كبير امتحنهم بالذات وقوى وجهل هذه تجربة. الطف يا لطف عبادك نادات ونجينا واحفظنا عبادك مرهوبة. واه وتهز العالم سد المطارات وهذا المرض صعيب سكة القلوبة. كورونا صعبة دارت فيهم حالات ولا دولات من فشلة الركبة. وين الصنعة والعلم وكثرة الآلات وين النووي يصلح للضربة. شوارع الصين يأكل كل خلات ومن بعد الزكام هذه مصيبة. والعالم تهز وجه نداءات ووجه نداء لولاده بالزربة. تحياتي للجميع والله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ مغربنا العزيز علينا.